اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد رمطان المعامرة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. وقد أشاد معاليه بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا الحرص على دفع العلاقات الثنائية بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب معالي السيد رمطان المعامرة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سعي البلدين المشترك والدائم لتنويع مجالات التعاون وتقوية التنسيق إزاء كافة القضايا، مؤكدا تميز العلاقات بالتعاون المثمر والبناء. وقد تم التشاور حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة.